مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلاً مع شبكة التلفزيون. لو سألتيني سؤال، لو سألتيني سؤال ماكو أبسط من سؤال، لو سألتيني يا روحي عن حياتي وليش هالأيام أحلى ذكرياتي، كان جاوبتك جواب صغير ويمكن مختصر من إجابات الصدف، من إجابات القدر، الجواب اللي خيوطه من القمر، السبب في فرحتي يا وردتي إني أحبك. تناظر الساعة وليش مستعجل أحد أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع شبكة التلفزيون مرة أخرى، وفعلا أحد مع خلة وناظر الساعة أحلام. أعزائي المشاهدين ضيفتنا وضيفتكم هذا المساء شاعرة فنانة تشكيلية وروائية، وتزور الكويت في مهمة حول هذه المهمات. رحبوا معنا بالشاعرة ميسون صقر القاسمي. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا خضر. أهلا فيك ونرحب فيك في شبكة التلفزيون. أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. أخت ميسون، يعني أنت شاعرة وفنانة تشكيلية وكذلك يعني روائية، في نظرك ما الذي يجمع بين الشعر مثلا والفن التشكيلي أو الفنون التشكيلية؟ أشياء كثيرة جدا. فبداية أن الإبداع هو الأساس، ثم هناك يتشكل هذا الإبداع بشكل الإناء الموضوع فيه، سواء كان الشعر أو التشكيل. فإذا وضع في إناء التشكيل بأدواته التشكيلية من الألوان وفرش وأوراق، فأصبح له فن تشكيلي. وإذا ذهب إلى إناء الشعر من لغة وصور تركيبية صار الشعر. في كثير من الأشياء اللي تندمج ما بينهم وترتبط داخل اللوحة والفن أو الشعر، مثل الاتزان داخل اللوحة والاتزان داخل القصيدة، مثل البناء، بناء القصيدة وبناء تركيب اللوحة داخلها. أيضا هناك المساحات والكتل داخل القصيدة وداخل اللوحة. إذن هناك كثير من الأشياء، الصور نفسها، المشهد، مشهد القصيدة ومشهد الفن، اللوحة في الفن التشكيلي. سلام. طبعا ربما راح نأتي إلى كثير من التفاصيل أو بعض هذه الأشياء فيما يأتي من الزمن. طبعا في دول الخليج يعني هناك محاولات يعني عديدة لتطوير الإبداع في الفن، في لعمل فن تشكيلي متميز. في نظرك يعني إلى أي مدى هالمحاولات هذه نجحت أو آلت إلى الإخفاق أو شيء من هالنوع؟ لا، أنا أتصور أن هناك كثير من المحاولات ناجحة جدا، خاصة أنها هي تنتقل من الشكل الكلاسيكي في اللوحة
إلى نظريات الفن الحديثة تماما اللي هي عرض الفيديو أو عرض الفن الأرضي مثلا. وهناك كثير من المحاولات الناجحة عندنا احنا مثلا في الإمارات مثل حسن شريف أو محمد كاظم، كثير من المحاولات في هذه المنطقة، وهناك أيضا المحاولات التقليدية في الفن التشكيلي. أيضا أظن أنه الفنانين ماخذين حقهم كثير عن الشعراء، هناك بنالي في الشارجة مثلا موجود كل سنتين يقام، هناك المعارض التشكيلية بين مجلس التعاون ويقام واحد منها الآن في معرض الكتاب في الكويت. هناك أيضا معارض خاصة ما بين الفنانين التشكيليين داخل مجلس التعاون أو في كل دولة على حدة. هم ماخذين الحق في الشعر. بس لا شك ربما في طبعا لا شك أن هناك إخفاقات قليلة، صح ولا لا؟ أكيد طبعا. إذا كان في إخفاقات يعني في تصورك ما هو سبب بعض هذه الإخفاقات؟ ربما أكثر من سبب، يعني أولا الكثير منا ممكن يكون يعني التعليم ما كان، يعني الجهد جهد شخصي في الفن أكثر من جهد أكاديمي. ثانيا أيضا أنه إن الدولة ما تساعد كثير، الفن التشكيلي مكلف لأنك تكلفته في الانتقال، تكلفته في العرض في القاعات أكثر من مثلا كتاب أنك أنت تسوي على ورق وبعدين تطبعه. إذن هو فن مكلف بالنسبة للفنان، فهو ما يحاول كثير أنه يجهد نفسه فيه مثل ما يكون في أشياء أخرى. أيضا خروجنا للعالم برا، محاولات رؤية الفن في مناطق أخرى مختلفة عنا، نعم. هذا أيضا يساعد أو يخفق في مسألة الفن التشكيلي. عيوننا ما شافت كثير في الفن، تجربتنا أيضا صغيرة إلى حد ما تاريخيا بالنسبة للفن التشكيلي عنا في الشعر أو في الكتابة الإبداعية. طيب لو تحدثينا شوية عن تثمينك للإبداع الشعري والنثري في دول الخليج. خلينا يعني. طبعا أنا يعني ما بناقدة، لكن نعم. من منطقة المتأملة، الشعر المتأملة فقط يعني من هذه المنطقة، أنا أشوف أن هناك حركة واسعة خاصة في قصيدة النثر وفي قصيدة الشعبية يعني أو العامي في منطقة الخليج أكثر بكثير من مناطق في الوطن العربي. المرأة يعني المرأة الشاعرة واخذة حقها، وشايف أن هي تقريبا يعني متميزة عن أخريات كثيرات يعني على الأقل في على مستوى العدد. وإن كان هناك أيضا كما يقال أنه ما بكل ما يكتب في الشعر، لأن هناك أيضا نصوص كثيرة تقع في النثرية وتقع في اللا شعري أكثر من شايفة أنت المرأة يعني في الخليج ماخذة حقها يعني مثل ما تفضلتي في القضايا الشعرية والنثرية؟ لا، أنا أقول أن هناك عدد كبير من الشاعرات واهتم بهن واحتفى بهن أكثر من شاعرات. مثلا إذا نظرنا مثلا في الكويت أو في الإمارات لعدد الشاعرات بالمقارنة مثلا بدولة مثل دولة لبنان أو دولة سوريا، نجد أن هناك كثير عندنا احنا أعداد كبيرة، فالعدد الكبير قد يفرز شاعرات جيدات أيضا. صحيح. أنت تنتمين إلى أسرة حاكمة في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا الانتماء يعني الناس يقولون أن الرفاه أو ربما حياة العز قد تقتل من الإبداع أو تعطل بعض مراحله أو تؤخر فيه، ما رأيك؟ الإبداع ما له علاقة بالرفاهية أو عدم الرفاهية، لأنه هو حساسية داخلية، وأنت أدرى كشاعر أخ عبد الرحمن أنه قد يكون الشخص يعني يمتلك من الرفاهية كل شيء، ومع ذلك هو يعاني نفسيا من إحساسه بحساسيته تجاه العالم. هذه الحساسية هي التي تخلق الشعر، فممكن يكون واحد جالس في قصر كبير وما مرتاح، وواحد ممكن يكون عايش فقير جدا لكن داخله مرتاح. بذرة القلق هي بذرة الشعر، وهذه البذرة يعني قد تنبت في قصر وقد تنبت في جدار مهدم. يعني بذرة القلق، يعني بذرة القلق الشعري أو طبعا يعني في شعراء سعداء أيضا يعني. أتمنى ما بيكون يعني طول ما فيه عدم قدرة على كتابة القصيدة في اللحظة التي تختارها،
يعني أتصور أن القلق مرتبط بكتابة القصيدة. بعد ما تخلص القصيدة أنت تفرح فيها بشكل جنوني، لكن لحظة ما قبل الكتابة وفي لحظة الكتابة أظن فيها معاناة شديدة جدا. طيب احنا الان يسعدنا ان نسمع منك احدى قصائدك، يعني احنا والساده المشاهدين يسعدنا كثير. هذا من ديواني الاخير، اسمها ابيض واسود. ابيض واسود. كنا نتبادل الصور، صوره امه مقابل صوره امي، وصوره ابيه مقابل صوره ابي، وصورته الى صورتي. أمه متشحة برداء بسيط، وعلى رأسها لم تظهر الصورة سوى الجزء العلوي من الجسد. أما أمي فكانت تجلس معتدلة على كرسي عريض مذهب، يداها على المسندين كما يليق بأميرة، والصورة تظهرها كاملة. كان أبوه يلبس ما لا يظهر لونه، ووجهه ممتزج بالطين الذي أحب، لذا لم يمتلك أرضاً أبداً لا حاجة له بها بعد كل هذه السنوات العجاف. أما والدي فكان مؤتزراً بسيف في خاصرته، ولم يكن السيف نفسه الذي قتله بعد ذلك، لكن صورتينا نحن لم تفشي اختلافاً كبيراً. هكذا كلما هنالك أن صورتي كانت ملونة وصورته بالأبيض والأسود. يا سلام. جميل جميل جدا. ما عنوان هذه القصيدة؟ أبيض وأسود. أبيض كخاتمتها يعني. هل يعني خليني أسألك يعني كشاعرة، هناك صورة ملونة وصورة بالأبيض والأسود، هل يعني انت قاعده تعملي نوع من التطابق او التضاد بينهم او نوع من الاتصال بينهم؟ لا، هو اولا كشاعر ولا كفنانه تشكيليه؟ والله كيفك. هو بالنسبه للفن قيمه الابيض والاسود اقوى بكثير من قيمه الالوان، لان الالوان تاخذ جزء كبير من تركيب اللوحه. فالابيض والاسود في الصور الفوتوغرافيه اهم مثلا. بس بالشعر، في الشعر هي نوع من المفاضله ما بين انه لا لم تفشي عن اختلاف، ولكن هذا الاختلاف هو شكلي من الخارج فقط. يعني هناك البعض يقول ان في شكوى من قله النقد الجيد في ما يتعلق بالادب والشعر والاشياء هذه، فكيف يمكن يعني التغلب على هذه المشكلة إن كان هناك مشكلة من هذا النوع؟ حقيقي وخاصة في دول الخليج أجد أنه قليل من النقد الجيد اللي موجود. أما على مستوى العالم العربي أيضا أن النقد الحقيقي والجيد أصبح شحيح جدا في مقابل النقد الصحفي، والذي يعني يكون مختصر جدا لصالح الجريدة اللي هي نص صفحة أو صفحة. وهذا يعني جعل كثير من النقاد يتجهون لهذه الكتابة، أو كثير من يعني المحبين للنقد يتجهون لكتابة في الجرائد كمكسب مادي أكثر منه، وانتشار أيضا أكثر من أنه يكتب 60 صفحة ولا يعرف يضعها فين. فهاي شوية جعلت النقد الأسرع والأسهل واللي هو مختصر، وهاي مشكلة الإعلام يعني تغلبت على مفهوم النقد الجيد داخل المنطقة العربية. كيف نحاصرها؟ يعني هاي مشكلة أنا روحي أتساءل يعني، لكن أظن إن هي مهمة ما بعد الكتابة، ما بعد كتابة النص الشعري. وأملنا إن إذا اليوم ما حظي النقد يعني الكتابة بنقد جيد، أن تكون ما بعد ذلك في من يراها بشكل حقيقي، سواء يعني لأن أنا مؤمنة أن الزمن يصفي الأعمال سواء كانت جيدة أو سيئة. طبعا تفضلتي وتكلمتي عن النقد، ما سميتي يعني اللي بسرعة في الصحف وكذا،
بس هذا ممكن أن يكون أيضا نقد جيد الذي ينشر بالصحف. أنا أقول أنه يعني أسهل أنه اختصار في الاختصار الكثير وخلط ما بين الناقد المتخصص والناقد الصحفي الذي يرى من وجهة نظر صحفية أو سريعة شوية ما بأكاديمية. نعم، والناس طبعا أصبح العمل بالصحافة الآن هو عمل يعني جوب في راتب وفي كذا. وبالتالي هل تعرضتي لظلم في حياتك النقدية أم هل تعرضتي إلى الكثير من المجاملات؟ الاثنين. الاثنين. نعم. طبيعي أنه في كثير من الأشخاص يتكلمون بشكل نقد جيد وممكن يكون ضدي وممكن يكون معايا. نعم. وساعات يعني يوجه لي ظلم أو استحسان أكثر من حقي أيضا، وهذا طبيعي لكل فنان موجود على الساحة. طيب احنا الآن يعني لأنك معانا ولك الكثير من المحبين والأصدقاء والصديقات في الكويت، سنأخذ مداخلة من الأديبة الكويتية ليلى العثمان. ألو. ألو، مساء الخير. الله يحفظك. الله يحفظك. تضيفين ليلى فراشة جميلة الحقيقة. الله يحفظك. أخت ليلى تفضلي. نعم، أنا الحقيقة أول شيء طبعا نرحب فيها وهي وزميلاتها كلهم اللي يعني كانوا ضيوف علينا في معرض الكتاب، وبالذات ميسون الحقيقة أنا يعني معجبة فيها كشاعرة كفنانة تشكيلية وأيضا كإنسانة. ميسون لها حضور جميل وناعم وعذب، أيضا هي فيها من التواضع الجميل رغم أنها يعني شهرتها أصبحت كبيرة، ولكن فيها هذا التواضع الجميل، ما عندها غرور ما عندها افتعال، وهي أيضا في لها حضور أدبي وثقافي كبير. أنا أشوف ميسون أنها مثل الفراشة التي تنتقل إلى الضوء من مكان إلى مكان، القصيدة ثم إلى اللوحة ثم الآن إلى الرواية. وكثيرات من شاعراتنا العربيات الحقيقة تحضرني أسماء، الدكتورة ثريا العريض، أيضا عندنا في الكويت ثريا البقصمي، وفي لبنان باسمة بطولي، أغلبهم يكتبون الشعر ويرسمون، وأنا ما أشوف فرق بين القصيدة، هما القصيدة واللوحة متناغمان، يعني واحدة تكمل الأخرى. لكن اللي لفت نظري أنه الشاعرة ميسون لم تكتفي بنجاحاتها في هذين الصعيدين واتجهت إلى الرواية. الرواية غير الشعر واللوحة اللي هما في الغالب دفقة تأتي فجأة هكذا فيتدفق الشاعر أو يتدفق الفنان ليرسم. الرواية تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى هندسة، تحتاج. فسؤالي للأخت ميسون أنه أولاً هل أكثر من مجال فني يشتت الفنان أو الأديب؟ نمرة اثنين، هل لجوءها للرواية لأنها لم يعني تجد مساحة واسعة للتعبير عن ذاتها بالرسم أو بالقصيدة فاتجهت إلى الرواية لأنها تحتمل أكثر؟ هل تعتقد ميسون القاسمي بأنها ستنجح في هذا المجال كما نجحت كشاعرة وكفنانة تشكيلية؟ يعني هذه أسئلتي لها وأتمنى أن يكون. بس قبل لا تروحين أخت ليلى، أنا خليني أسألك بما أنك تحدثت عن الرواية وبالإذن من الأخت ميسون، يعني أنت قلتي أن الرواية قد تأخذ أوقات أطول وكذا، هل ممكن تقولي لنا يعني إحدى رواياتك كم أخذت من الوقت لكي تكمليها وتكون جاهزة للطبع مثلا؟ والله يعني بين 9 أشهر وسنة، ولأنها روايات صغيرة، يعني لو رواية كبيرة تأخذ طبعا أكثر، لكن الرواية تحتاج لزمن، وهي كفنانة تشكيلية تأتيها دفقة كذا في لقطة ترسم، دفقة تكتب قصيدة، أما الرواية يعني يمكن تشغلها أيضا عن ممارسة الفن الآخر اللي هو القصيدة أو الرسم. ممتاز ممتاز، شكرا للأديب، ونتمنى لها النجاح ونورتنا، واتمنى ان تظل دائما فراشة منطلقة متألقة وجميلة وعذبة، وهي على خلق كبير الحقيقة وصديقة عزيزة نعتز فيها. شكرا جزيلا. شكرا للأديبة ليلى العثمان.
أي تعليق أو تعليق؟ أولا أشكر الأديبة الجميلة ليلى العثمان، الصديقة الوفية أيضا، وأشكر على احتفائها لنا إحنا في الكويت، فكانت يعني شكل مشرف لنا، وتداخلاتها في الأسئلة داخل المعرض أو في أنها يعني دخلت ضيفة علينا في البرنامج، أشكرها كثير جدا يعني لأنها سمحت لنا أن إحنا ندخل عزلتها. وسؤالها يعني جد مهم كثير، خاصة في أنه أكثر من مجال يشتت، طبيعي يشتت وطبيعي يربك أيضا اللي يشتغل فيه، لكن أنا كنت أقول أن دائما أنا أحس أني أنا ما مستكفية بالحياة، دائما متمني أن أعيش أكثر من حياة واحدة وأخلد في أكثر من فن، ولذلك كنت أبحث دائما عن أكثر من شكل. الرسم دائما يحسسني بطفولتي، دائما أحس أنه في لعب، فدائما أحس بفرحة وأنا أرسم، بعكس الشعر، الشعر مسؤولية كبيرة جدا، اللغة فاضحة، لغة قريبة جدا للوريد، ولغتنا إحنا خاصة اللغة العربية هي يعني محمولها ينم عنها تماما، غير الرسم، الرسم تقدر تغطيه بأشكال سريالية تشكيلية، لكن الشعر يا أما يكون غامض ومستحكم ولا تفهمه، يا أما يكون واضح تماما ويكشفك بالكامل، يكشف روحك ويكشف أفكارك أيضا. لعل هذا السبب يلجأ بعض الشعراء إلى الغموض طبعاً مثلا. طبعا بالتأكيد، والواحد يكاد يفهم أو لا يفهم بالضبط. وخاصة مع الرقابة، يعني حين الواحد يكون رقيب على نفسه كثيرا، ويعني جزء منه يخليك تكتب في الغموض أكثر يعني. وكلما امتلكت حرية التعبير كل ما كنت أبسط ومنفتح أكثر على اللغة يعني. فأنا أرجع أقول أنه طبعا كل مجال يشتت على المجال الآخر، وأنا أذكر أن أنا كنت كتبت مثلا شعر عامي مصري في فترة، فكان هذا أربكني يوم بعد ما سويت الديوان، صار عندي مشكلة كبيرة في الرجوع إلى اللغة العربية، وأيضا حين كتبت الرواية صارت عندي مشكلة كبيرة في خيانة الشعر، لأن كتابة الرواية السرد سرد قصصي، سرد روائي، عكس السرد في الشعر هو في النهاية سرد يعتمد على الصورة، يعتمد على التكثيف، بعكس الرواية. فها خلاني أنا كل فترة يكون عندي عدم اتزان إلى أن أستقر في بالنسبة للتشكيل والرسم لا، لأن هاي لغة مختلفة عن هذه اللغة، لكن حين تعمل في الحقل الكتابي نفسه، يعني إذا في الشعر والرواية والشعر العامي، يصير هناك كثير من عدم الاتزان. لكن رغبة الواحد في أنه يرمي نفسه في المجازفة بالكامل هي اللي تخلي الواحد دائما حابب أنه هو يشتت نفسه شوية. أحيانا بدون مجازفة لا يوجد إبداع. بالضبط. طب الفن التشكيلي العربي يعني بصورة عامة يعني وين يقع في العالم، يعني بين فنون العالم المشابهة؟ العربي لغة الفن مختلفة عن لغة الشعر، لغة الفن لغة عالمية، يعني إذا مثل الموسيقى هو فن بصري، تنظر إليه بالعين ولا تقول شو يعني. الموسيقى ما تقدر تقول أنا شو ما فهم هاي الموسيقى شو تعني، أنت يا أما تستمتع فيها يا أما ما تستمتع. طبعا هناك يعني أشياء خاصة بترتيبات اللوحة، بمعنى أن اللوحة مساحات والكتل والفراغات، لكن في النهاية هي فن بصري يعتمد على التذوق الحسي. فهو هني اللوحة في أي مكان تذهب إليه هي لوحة فنية تشكيلية، من أوائل الفن البدائي وفن الرسم في الكهوف إلى اليوم، بعكس الشعر اللي لابد أن تترجمه حتى تستطيع أن تقرأه مثلا في بلد أوروبي مثلا. طيب نشاهد الحين إحدى لوحاتك مثلا، وممكن ربما نعلق عليها أو نراها ويشوفونها الجمهور معانا. هذه يعني إحدى اللوحات موجودة على، تفضلي ما اسمها مثلا. ما هذا في المعرض الأخير وكان في باريس، ومن اللوحات الجديدة لدي، وهم كانوا يعتمدون على الألوان الشعبية، الأزرق والأحمر والأسود، الألوان الصريحة أيضا غير الممتزجة ومختلطة كثير، وتعتمد أيضا على الفن الشعبي البسيط،
مع وجود دلالات أخرى، وجود المرأة، وجود الألوان، الوشاح الذي على رأسها، وهاي من مجموعة اسمها جناح وطائر، لأنه الجناح الآخر هو الشعر. يا سلام. هذه اللوحة وين عرضت أول مرة؟ في اليونسكو في باريس. في باريس. هل يعني جاءها بعض التقرير النقدي أو بعض هي كانت الإشارة؟ كانت من مجموعة كبيرة في المعرض. أنت فنانة تشكيلية وأديبة، يعني هل يعني فنانة تشكيلية وأديبة هل معاناتك مزدوجة من الرقابة، يعني رقابة من صوب الفن التشكيلي ورقابة من صوب الجانب الأدبي، هل هناك هذا الشيء؟ طبيعي. نعم. طبيعي هناك معاناة، يعني نعم. معاناة متعددة. نعم. سواء في الرقابة، سواء في البحث عن الموضوع. نعم. سواء في فصل نفسك كشاعر. نعم. عن كفنان وأنت ترسم أو أنت تكتب. نعم. هاي الفصل كثير صعب. اللغة كاشفة. والفن أيضا إذا دخلت في مناطق محرمة، خاصة وإن ارتبط الفن عندنا، الفن الإسلامي فن هندسي ما فن التكوين الجسد، فأنت حتى يكون هناك في رقابة داخلية قبل ما تكون رقابة خارجية عليه، وحين ترسم تهتز يدك، ها، وحين تكتب تهتز يدك أيضا في الخوف. إيه طبعا، في الخوف من أنك أنت تقع عرضة لبعض التوترات، يعني هذه خاصة لو كنت أنت متمرد بذاتك أو أنك أنت راغب فإنك أنت تتمرد على أو اللوحة نفسها أو القصيدة، يعني حين تبتدأ ما في هناك فكرة الرقابة الداخلية في البداية، لكن حين تعرض لابد أنك أنت تحاسب حسابات عسيرة مع نفسك ومع لوحتك ومع نصك حتى تظهر. يعني مريتي أنت بهذه الظروف؟ طبيعي. أنه لوحاتك أو أشعارك تعرضت للرقابة، هل لأسباب اللوحات، هل هي لأسباب جسدية بحتة، يعني هذا التفسير السطحي للمنظور، يعني أم لأسباب يعني فعلا ذات أبعاد تعتقدين أنها فعلا لها وزن هذه الأبعاد، أم لمجرد يعني أفكار سطحية يتداولها الناس ولا يفهمون قصد الفنان على سبيل المثال؟ الاثنين. نعم. يعني وأنا أذكر أن حتى مثلا في الديوان الأول صار أنا والدي شاعر. نعم. ومع ذلك كان اعتراضه شديد جدا على كتابتي لأن فيها جرأة ولأنها تكتب بصراحة. نعم. ولأن الديوان كان قصيدة نثر وهو شاعر كلاسيكي. نعم. مما جعلني أنتظر على كتابتي من 83 إلى 92 حتى أصدر 3 دواوين دفعة واحدة، حتى لو وقفت بعد ذلك أكون أصدرت كل ما لدي. فهناك رقابة طبعا على من الأهل، رقابة من نفسك، رقابة من المجتمع، وأيضا هناك التخوفات التي قد يفهم منها الآخر ما لم تقصده. ها، وهاي تكون مشكلة كبيرة وأنت أدرى، وأنت تحس أنك مثل الطائر الذي يحوم حول الفكرة وحول الشعر وتمسك نفسك فيها كثير من الصعوبة. طيب، تأخذ الآن مداخلة من شخص آخر من هذا الوسط، الأستاذ طالب الرفاعي من المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. ألو. ألو. اهلا بك استاذ طالب. اهلا استاذ عبد الرحمن. حياك الله، الله يحفظك. الله يطول عمرك. معانا طبعا في البرنامج الشاعره والفنانه التشكيليه والروائيه ميسون القاسمي. تحياتي للاستاذه ميسون. يا هلا اخرى. يا مرحبا. سهلا. وانت ادرى طبعا بربما بوجودها وبعض هذه المعالم الثقافيه الفنيه اللي يمكن جابتها هي للكويت معاها، وربما انت قرأت لها في السابق. نعم. وهذه المبنية يعني يسعدنا ان نسمع ما تجود به نفسك في هذا المجال. والله الحقيقة بداية انا اشكر اهتمامكم بمتابعة انشطة المجلس الوطني، وانتهز الفرصة لاتوجه بالشكر الجزيل للاخت والزميلة الشاعرة ميسون القاسمي على تشريفها لنا في الكويت من خلال مشاركتها في الانشطة الثقافية المصاحبة لمعرض الكويت للكتاب في دورته 28. الأستاذة ميسون الحقيقة القاسمي هي وجه شعري معروف الآن، بات معروف في العالم العربي إن من خلال إصداراتها الشعرية، والتي كانت الحقيقة تمثل صوت خليجي جديد
من خلال الجملة الشعرية أو من خلال الطرح الجريء الذي قامت به، خصوصا وأنت تعرف أن في منطقتنا في دول الخليج الوسط الاجتماعي لأي امرأة أو لأي شابة أو لأي بنت يشكل جزء أساسي من سلوكياتها وقناعاتها وأقوالها تجاه هذا المجتمع. ميسون القاسمي الآن تشكل ظاهرة الحقيقة من خلال وجودها بالمنتديات الأدبية، من خلال عطائها المتواصل شعرا ونثرا، وكان أن أكملت المشوار الحقيقة بدخولها إلى عالم اللوحة التشكيلية، اللوحة التشكيلية الجريئة، اللون الجريء، اللوحة التشكيلية التي جاءت مكملة كما قالت الأستاذة ميسون في أمسيتها التي عقدت على أرض المعارض. قالت إن الشعر هو يكمل اللوحة بالنسبة لها، وأحيانا اللوحة تكمل الشعر، وهكذا بالنسبة للمتمعن والمتفحص والمتابع لإنتاج الأستاذة ميسون القاسمي، يرى أن الشعر والرسم يشكلان الجناحان التي تخفق بهما ميسون وتحلق في عالم الفن والثقافة. ممتاز جدا، شكرا على هذه المداخلة للأستاذ طالب الرفاعي مدير إدارة الثقافة والفنون في المجلس الوطني للثقافة والآداب. ولا شك أن الأخت ميسون ربما لها تعليق على ما تفضلت فيه. أولا أنا أشكر الأخ طالب كثير جدا على مداخلته وعلى دعوتهم الكريمة في المجلس الوطني لي لحضور نشاطاتهم في معرض الكتاب، وأكون واحدة من ضيفاتهن الكثيرات سواء في الشعر أو في الأنشطة الأخرى، خاصة وأن هذه السنة كان مكرس على إبداع المرأة، وأشكر لهم أنهم سنحوا لي فرصة يعني التواصل مع المثقفين في الكويت والذين كنت ألتقيهم دائما في خارج الكويت، وهذه أول مرة ألتقي معهم وأشكرهم. ولن تكون آخر مرة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كتبتي شعر شعبي؟ لا للأسف أنا كتبت مصري. قلتي مرة مصري. نعم مصري. هل تذكرين ما كتبتي باللهجة المصرية مثلا؟ ممكن أقرأ لكم واحدة. نعم. بس بالنسبة للشعر الشعبي أنا الوالد يكتب شعر نبطي، وأنا الحين جالسة أجمع لي ديوانه في الشعر الشعبي وأعاني منه كثيرا، لأن الشعر بالنسبة لي شوي صعب. المصري عاد شو يقول؟ تفضلي. في قصيدة اسمها عروسة حلاوة. عروسة حلاوة. يقول لك كراميلا حلوة زي وشك، حلاوة طحينية وسكر نبات، وبنات في سنك عشقوا وغنوا غناوي تداري سكك العشقين. وحمص من البدوي والذراع يمين، يشبك قلبي في قلبي مين، يا ريت يا رب ابقى عروسة ولو حلاوة، ودوب في بق عيل يكني ويرمي الحصان في النيل. الله الله الله، جميل جميل. المفروض تستمرين على الشعر الشعبي والله العظيم. احد النقاد الاستاذ عبد الاله عبد القادر، اعتقد من مصر. ها لا هو عراقي يعيش في الامارات. اسف عراقي عشان هو روائي ومهتم بالمسرح. صار عندي لبس هني. الاستاذ عبد الاله عبد القادر يعني كتب عنك ما ياتي، مثلا بيقول انك انت طبعا تكتب بالفرشاة شعرا وترسم بالقلم لوحة إلى آخره إلى آخره، إلى أن يقول لكنها سرعان ما تشعر بالخيبة حينما تتحقق كذبة الحياة ويتفجر صخب الفراغ والصمت والأسئلة المثيرة. هذه الشاعرة تحاول أن تمزق الشبكة والخيمة ولجام الفرس وتلعن علنا الناقة وتلعن على الناقة ناقة ما زالت ترابط عند مدخل الشارع. طيب يعني ما هي الحياة؟ ما هو الحلم اللي تحدث عنه الأستاذ؟ ما هي الناقة التي تلعنها الشاعرة المرابطة؟ يعني في تصورك ما الذي يعني يرمي إليه الأستاذ؟ يعني طبعا هو مبالغ في الجمل لأنه حابب اللغة أكثر منه المفهوم اللي داخلها كثير. أتصور أنه هو يقصد أن هناك تمرد ما حول فكرة القصيدة التقليدية والدخول فيها إلى قصيدة النثر والدخول إلى عالم أوسع من منطقة المفهوم التقليدي للكتابة. هذا ما أتصور. أنت يعني متمردة يعني؟
والله ما ادري يمكن على مستوى الكتابه حسب تصورين في كتاباتك هذا هو المقصود يعني الى حد ما تمرد بسيط لان هو يقول الاستاذ عبد الله ان قصيدتك بانها قصيده متمرده غير حياديه متمردة غير حيادية طبعا إذا ما هو الحياد اللي يعني الحياد أكو قصيدة حيادية ما أظن لا يوجد قصيدة حيادية كتابة محايدة أبدا لابد أنها هي تحمل أفكارك ورؤيتك للعالم وهني هي بتكون لا يمكن تكون حيادية في هذا المعنى يتحدث أيضا الأستاذ عن بالنسبة لك عن غربة قاسية خارج الوطن أنت كنت في غربة خارج الوطن إلى حد ما انتقلت من الإمارات للقاهرة ثم انتقلت من القاهرة تربيت فترة طويلة في القاهرة ثم انتقلت إلى الإمارات ثم رجعت إلى القاهرة فهذه الغربة يعني إذا كان هو يقصد الوطن لكن هناك غربة أخرى وهي غربة الكاتب هو في أي مكان هو غريب يعني كتابته هي وطنه الوحيد الذي لا يحس فيه بالغربة نعم. أنت الآن عايشة بالقاهرة تقريبا إلى نعم. نأخذ مداخلة من الأخ الشاعر ناصر السبيعي ألو 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 مساء الخير أخوي ناصر مساك الله بالخير يا أهلا بك الله يحفظك عساك بخير أخوي إحنا معانا الشاعرة والفنانة التشكيلية ميسون صقر القاسمي ولعلك لست ببعيد عن الأخت يعني وأنت أيضا شاعر وتحدثنا عن الشعر وأبعاد الشعر وتصويرات الشعر يعني ونريدك أن تدلو بدلوك هني شوية لو تسمح أنا أول شيء بفاد أحييك وأحيي أختنا وشاعرتنا الشيخ ميسون القاسمي وأحب أن أنا يعني أتكلم عنها لأني أنا عرفت عن قرب وأنا أقول أن إذا كان الشعر يعني سلوك وأخلاق يعني ميسون شاعرة يعني شاعرة قبل أن نسمع قصائدها وشاعرة يعني قبل نقرأ دواوينها الله يسلمك لكن أنا بس دائما كنت أحاول أن إحنا يعني نجذب ميسون معانا شوية للشعر العامي وأنت أبو فهد شاعر عامي ومعروف وأستاذ لكنها دائما تقول أن أنا ما أكتب الشعر العامي مع أن هي عندها ديوان باللهجة المصرية للشعر العامي ديوان كامل يعني مو بس قصيدة أي مصدر ديوان وأعتقد عندها أصدار ثاني يعني فأنا بس أبي أسأل يعني ليه مثلا شعراء الفصحى يكتبون العامية ويعني يظهرونها على استحياء يعني يعني شنو المشكلة في أن يكون بالعكس أنا أحس أنه يعني الشعر ينتمي لبعضه سواء كان عامي أو كان فصيح يعني يختلف سواء كان لهجة أو لغة لكن الفكر واحد يعني ليش مثلا شعراء الفصحى المهم هو جودة القصيدة سواء كانت عامية أو ليش يعني مثلا شعراء الفصحى مثلا ما يحاولون يردمون الهوة يعني بينهم بين يعني الشعراء العامية ممتاز وأنا يعني أشكرك أستاذ أبو فهد وأشكر شاعرتنا وشرفني أني أكون معكم الله يحفظك شاكرين جدا للشاعر ناصر السبيعي على هذه المداخلة ويعني أنت طبعا مدام عندك ديوان بالعامية يعني تكارين تردمين الهوى ما بينهم فهل هو يعني يعني نوع من الخجل ان الناس تكتب بالعاميه او هل تنظر للناس العاميه على انها اقل مستوى من الفصحى او ايش هو كثير من يعني من الكتاب ينظرون الى قصيده النثر القصيده العاميه وكانها اقل بكثير من قصيده الفصحى طبعا هناك كثير من الشعراء ربما لانهم لا يجدون العاميه او ربما ارتبطت العاميه بكثير من اللغط حولها ما بين الشعر الشعبي وبين الشعر العاميه وبين الشعر النبطي وما بين القصيده الجيده وما بين القصائد المغنات هناك مزج كبير جدا بين الأنواع اللي خلاها شوية ترتبك يعني لذلك أنا أظن مثلا لما بدأت أكتب العامية كان كثير من الشعراء القصيدة الفصحى زعلانين مني يقولوا لي من بعد ما تكتبين 10 دواوين تين تكتبين قصيدة عامية مثلا لكن هناك كثير أيضا من الشعراء العاميين الذين أثبتوا أهمية هذه القصيدة مثل صلاح
جاهين أو الأبنودي أو بدر بن عبد المحسن أو ناصر السبيعي أو حضرت هناك القصيدة الجيدة. المقياس هو مقياس الجودة سواء في القصيدة الكلاسيكية أو قصيدة النثر أو قصيدة الشعبية أو القصيدة الفصيحة. طبعا اخوان شلون انت ولو انك يعني لم تذكري هذا لانك يعني جئتي يعني بدعوه كريمه من الاستاذ بدر الرفاعي الامين العام للمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، وهل يعني ستبقين هنا لمده اكثر في الكويت او لا؟ والله انا طبعا شرفني الاخ بدر بدعوته لي في هذا العام في المعرض الكتاب. وذكرت ان يعني جيت لاول مره يعني في ندوه لقراءة حول الشعر والتشكيل. جئت قبل كذا كموظفه في وزاره الاعلام والثقافه يعني في اجتماعات العمل يعني تطويل المدة يعني أنا جلست أسبوع كامل، وأظن أن يعني الكويت تستحق أكثر من ذلك بكثير يعني. إن شاء الله المرة اللي جاية تقعدين أكثر وشوفونك الناس أكثر ويسمعونك الناس أكثر أيضا المثقفين والأدباء والفنانين في مجلس التعاون. يقال أن يعني الناس ما قاعدين في كل بلد يعرفون ماذا يحصل بالبلد الآخر وبتفاصيله من إنتاج أدبي وفكري وثقافي وشعري وفن تشكيلي، ويمكن الصحف في كل بلد لا تنتشر بسرعة في البلد الآخر. يعني مو شايفة هذه يعني شيء موجود؟ وهل هذا فيه نوع من الإشكالية؟ هو في شقين في الكلام. في جزء انه العالم قريه صغيره الان مع الانترنت والتلفزيونات وحضرتك يعني مثل هذه البرامج تقرب كثير من الادباء الى بعضهم البعض، لكن على مستوى الواقع هناك هو كبيره ما بيننا، بمعنى انه لولا الاتصال بالانترنت او لولا الاتصال عن طريق التلفزيونات ما في اتصال متواصل، بدليل ان انا اول مره اجي الكويت مثلا لاقرا، بدليل انه كثير من الكويتيين لم يدعوا مثلا الى في مجلس التعاون نفسه، فما بالك الى الخارج. الحين تقدرين تجي الكويت بالبطاقه المدنيه يعني إن شاء الله. بدون باسبورت وبدون اي ورقه اصلا. انا يعني اتصور ان الكويت لها فضل على الخليج في التعليم من اوائل الستينات او قبل ايضا، وانا يعني اهلي تعلموا من المدرسين الذين بعثتهم الكويت إلى الشارجة بالتحديد. الكويت والشارجة والإمارات بلد واحد، أنتوا دائما في قلوبنا وإحنا في قلوبكم أكيد يعني. يقول الأديب الروماني، خلينا نرد شوية على موضوع الأديب الروماني القديم هوراس، بيقول أن الصورة قصيدة بلا كلمات. الصورة قصيدة بلا كلمات، يعني أنت ماذا تقولين للمشاهد في لوحاتك وألوانك؟ أقول قصيدة بلا كلمات. بالضبط. أكيد، خاصة وأنا شاعرة أحب يعني عندي اللون كأنه صورة تشكيلية روحها، يعني طزاجة اللون نفسه. أيضا ما أظن أنه الرسام ما يكون شاعر، لابد أن يكون داخل بذرة الفن وبذرة الشعر، وإلا ما يقدر يسوي هاي اللوحات. أي فنان حتى مال الكهف اللي كان يحفر على الجدران، لو ما كانت عنده رغبة في التعبير عن ذاته ولم يستطع أن ينطقها كلمات فنطقها رسم، ما كان يرسمها. بس قطعا هي موهبة، قطعا موهبة أن يتزاوج الرسم بالريشة مع الرسم بالكلمات. يعني قطعا موهبة، ليس كل الشعراء فنانين يرسمون ولو أنهم يحبون أن يرسمون، لأن كل أداة يعني كل فن له أدواته الخاصة، وهاي لابد أنك أنت تمتلكها عشان ترسم. إذا نسمع قصيدة ثانية إن شاء الله. هي جزء من قصيدة اسمها رجل مجنون لا يحبني. أكيد مجنون. فأقول رجل مجنون لا يحبني، لا يأبه لذوباني، أنا الشجرة لست الثمرة، وهو لا يفتح بصيرته، لن أتقدمه بالشموع، هكذا أستبعد إشاراته، كأننا ندرك حجم الخسارة،
الرجل الذي لا يحبني. تبدلت سحنته مع الزمن، لكن رقتي التي أتباهى بها ستجد مكانها في قلب لا يعوضني هذا التآكل الحادث في عاطفتي. كانت يده العليا قوية ومانحة، راعية للمحبة، ولا تزال تضغط بقسوتها، فيما أنا المتلهفة دوما أسكن أدوارا واطئة كي أقي نفسي مغبة الارتماء من نوافذه الآيلة للسقوط على أرض حجرية لا ترحم. تقسو وأستجيب، ليس ضعفا هذا، إنما إمعان في القسوة ذاتها. تقسو لأبكي، ليس ذلا بكائي، إنما فتحت الحاضر على الغد فلم أجدك فيه. تقسو وتغيب وأنا هنا مطلة على الفراغ الذي أحدثته خيبتي. تقسو وأقسو، الفرق شاسع أيضا، إنما دفاع عما أحمله من محبة. تقسو وأختفي حتى أحتفظ بقليل من ذاتي حتى أستطيع. روعة، انتهى الجمال. أحد الذين كتبوا عنك هو الشاعر أحمد الشحاوي، وأنا قبل أن أقول وأسألك عن ما كتب، هو في الواقع إحنا طلبناه الآن معانا على الهاتف. ألو أستاذ أحمد. أهلاً وسهلاً. ألو، مساء الخير أستاذ. مساء النور. أهلاً بك. معانا الشاعرة ميسون صقر القاسمي. أهلاً وسهلاً. وفي برنامجنا شبكة التلفزيون، ونتحدث كنا عن الشعر وعن الرسم وعن الفن وعن الرواية. أيوة. ويسعدنا أن تشاركنا وأن نسمع بعض ما عندك. يعني والله يعني الحديث عن الشاعرة ميسون صقر حديث يعني يطول ويعمق في الوقت نفسه، لأنها يعني الآن عندما نتحدث عنها لابد أن نتحدث عن ثلاثة أجناس تمارسها. أظن أنها ثلاثة أجناس، الشعر والرواية، يعني الشعر والفن التشكيلي والرواية. طبعا يعني اختتمت رحلة مؤخرا برواياتها الأولى، أعتقد أنها لن تكون الأخيرة يعني. ثم هناك الفن التشكيلي كما ذكرت، وهناك الشعر. الشعر أظن هو الأساس بالنسبة لي، وأيضا هي يعني من يقرأ شعرها سيجد فنا تشكيليا ويجد تعبيرا بالتشكيل، لأنها تحتفي بالصورة بشكل جمالي مختلف وفريد عن قريناتها أو عن زميلاتها أو عن من يجيلنها في المسيرة أو السيرة الشعرية. فهي غزيرة الإنتاج مقارنة أيضا بزميلاتها. وإن كنت أرى شاعرة ربيع خميس ربما تفوق ميسون صقر في مسألة الغزارة، ولكن أنا دعني أعود إلى ميسون الشاعرة التي لها فعلا لغة تخص ميسون صقر بشكل أساسي. يعني هي تكتب بشكل حديث، وفي الوقت نفسه تستطيع أن تقول أنها تقول إنها شاعرة تحتفي باليوم الذي هو صار يعني سمة الكتابة الحديثة. فهي ميسون مزيج من أشكال عديدة. في النهاية أنت أمام نموذج شعري ينتمي إلى ميسون صقر. طيب أستاذ أحمد، أنا يعني آسف لمقاطعتك، يعني بس لأن الوقت يكاد يسرقنا. أنا لم أتحدث بعد لأن في الواقع، لأن المخرج عم بيقول لي إنه الوقت يكاد يستغرق، لأني أنا أريد أن أسألك عن بعض أنت ما كتبت عن ميسون، لأن أمامي يعني كتبت تقول نحن أمام شاعرة تبكي الفقدان أو ترثي الأبكنة والأزمنة والأحبة تستكين إلى وحدتها. هل أنت ترى في ميسون امرأة حزينة إلى هذه الدرجة؟ يعني أظن أن يعني شعرية ميسون صقر تنبع من الفقد وتتأسس عليه،
وأظن أن من الفقد من الفقد نعم. وأظن أن الفقد بشكل عام في الإبداع هو يعني عنوان الكتابة وهو مرجعيتها ونحن عندما نمتلئ بفقدنا نكتب هذا الفقد، وعندما نمتلئ يعني عندما يمتلئ الشاعر بالأشياء الجميلة هو لا يكتبها، الفقد هو الذي ربما يسير الشعر. ولكن كيف يكتب الفقد؟ هذا هو ما صنعته مشوشق. بمعنى أن يعني هنا يعني جميع البشر وجميع الشعراء يعانون من الفقد، ولكن أي فقد يكتب هذا هو الذي استطاعت ميسون أن تسجله بهشتها في الكتابة وبشعريتها في اللوحة. احنا شاكرين جدا استاذ احمد شهاوي على هذه المداخله، ولكن تذكر انني لما تحدثت يعني انت تحدثت، ولان طبعا ميسون حقيقه ميسون نعم. اتفضل يعني تجربه بكلمتين الفقر الشعريه نعم. يعني تجربه كبيره نعم. نعم. ولها روافد عديده ولها جذور عديده ولها نعم. ظواهر جماليه نعم. ينبغي الوقوف امامها لانها نعم. ليست يعني شاعره عارضه او يعني في الحياه الشعريه العربيه والحياه الثقافيه العربيه، ولكن لها مكانتها التي نحتفي بها ونحتفل جميعا سواء في مصر او في البلدان العربيه، لانها يعني اجتازت انها كونها من الخليج او من الامارات او من كذا، يعني هي شاعره لا نصها موجود الان في بنيه الكتابه العربيه الحديثه، وانا لا اقول انها شاعره بالمعنى المؤنث فقط لانها شاعر، سواء كان هناك تاء التأنيث للشاعر الشاعرة أو يعني لأنه صوت أنه أمام شعر. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، واتمنى لك إقامة سعيدة في الكويت. أنا أشكرك أيضا، أشكر الأخ أحمد الشاعر، ويعني له كان سمات عديدة في الكتابة حول كتابتي، وهو أيضا صديق عزيز، وكنت بس أبغي أنوه عن فكرة الفقد والكتابة. هو صحيح إحنا حين نعيش إحنا نعيش شعرية الحياة، بمعنى أنه جزء كبير من شعرنا نفقده في حياتنا اليومية، وما نكتبه هو النزر القليل جدا ما يتبقى، والمصفى من روحنا هو الذي نكتب. نعم. لأن مثل ما قلت أن الوقت يعني في الواقع يكاد يكتم على أنفاسنا في هذا البرنامج، ونتمنى أن يكون أطول في الواقع. خلي أسئلة سؤال، لابد أسئلة في النهاية لامرأة شاعرة وفنانة وروائية، عن حقوق المرأة في الخليج مثلا بالذات، سواء السياسية أو حقوقها الأخرى، في الدقيقتين اللي باقين لنا. يعني احنا تونا حاضرين ندوة حول حقوق المرأة السياسية والدستورية، وأظن أن احنا يعني مهما حاولنا احنا عددنا قليل جدا في منطقة الخليج، وبحاجة إلى مؤازرة المرأة مع الرجل سواء في السياسة وسواء في الاقتصاد وسواء في البيت وسواء في الحياة بشكل عام، وأظن أنها لم تستكشف قوتها الداخلية الحقيقية ولم تجرب نفسها، حتى لا يقال أنه لابد أن تجلس في المنزل، هي عندها طاقة كبيرة جدا في أن تستطيع أن تحقق لوطنها ولأخوها الرجل ما لم يستطعه الرجل الآخر. أظن أن احنا مع بعض نستطيع أن نكون قوة شديدة وكبيرة بدل احتياج إلى الآخرين في هذا. جميل. أعزائي المشاهدين، يعني باسمكم أشكر ضيفتنا هذا المساء الشاعرة والفنانة التشكيلية والروائية ميسون صقر القاسمي، وخلكم معنا الأسبوع القادم مع ضيف آخر في شبكة تلفزيون فما له. Thank you.